اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم مريم الجميل. الفيديو ده هصور لكم فيه منتجات شي ان اللي انا طلبتها الشهر ده. المفروض ان هي تبقى ميكس حاجات رمضانيه على حاجات مناسبه لفصل الصيف او الربيع اللي احنا داخلين عليه ده. فهي في حاجات عملي خفيفه، في ستس، في تي شيرتس. فلو انتم مهتمين بالمحتوى ده كملوا الفيديو للاخر. بالمناسبه عملت لكم كمان فيديو مخصوص لموتيف لوحده اللي هو اللاين البريميوم لاين من شي ان، اللي هو الكواليتي بتاعته بتبقى احلى وبيبقى للمناسبات وللشغل. ارجعوا شوفوا الفيديو ده. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب للشانل بتاعتي، فعلوا الجرس ودوسوا قول عشان توصل لكم كل الفيديوز. ويلا بينا. اهلا تاني يا بنات، خلينا نشوف الاوردر سوا مع بعض. 12 قطعة. اوكي، زي ما عودتكم دايما هفتح القطعه معاكم، اتست الكواليتي معاكم، ما شفتش اي حاجه فيهم، فمع بعض كده نبتدي نشوف الاوردر. يلا جاهزين؟ بسم الله. اوكي انا عرفت ايه ده، حاسه يعني للاسف دول كاش مايو عشان البسهم تحت اللبس. بصوا ما بستغناش عنه القطن بتاعي. الفرق المشكلة ده ان هو بس هاف ستومك كده حلو مع الحاجات اللي مش شفافة، بس الحاجات الشفافة لا، عايز له حاجة اطول. انا كنت فاكرة ان ده قطن، للأسف مش عارفة ازاي يعني، ما تخيلتش ان هو ما يبقاش قطن. للأسف جبت اللون الاسود والابيض والبيج. على فكره دول كلهم مع بعض يعني، دول ست مع بعض، سعرهم حلو قوي. بحس ان هما بيسكس ولازم يعني بيبقوا حلوين تحت البليزرز وحلوين تحت الهدوم عامه، يستروا كده تحت الهدوم. وعشان كمان بصوا ما يبانش انه ده، ما يبقاش نازل كده ما بين مثلا الهدوم الداخليه، ما يبقاش مفصل. فدايما انا بعتمد الحاجات دي عشان يبقى شكل الهدوم مرتب كده، وفي نفس الوقت احسن من الحمالات، لانه حظ الحمالات دايما بيبان الحاجات اللي هي بتبقى كده او بتبقى مثلا سبعه، تبقى دايما باينه تحت الهدوم، فدي بتخلي شكل الهدوم نازله كلها بشكل مرتب. واللون رمادي، رمادي مزرق شويه، وقدام الكاميرا باين ان هو ازرق مش عارفه ليه، بس هو رمادي والله يعني. الكواليتي بتاعتهم انا شايفه ان هم كويسين. للاسف الخامه تقييمي ليه 6/10 عشان الخامه. انا عايزه ده يعني اندر شيرت، فانا عايزه خامه قطن، فاهمني؟ بس هيبقوا حلوين بقى تحت البليزرز، هيبقى شكلهم حلو، مش هيبقوا يعني دول ما ينفعوش مثلا تحت بليزرز، دول باين ان هم داخليين، القطن بتاعهم رخيص شويه، انما دول ارقى شويه، فهمتوني؟ من تحت خلينا نشوف بس، مش كباسين من تحت. لا كباسين. اوكي، ثلاث كباسين كده. نشوف اللي بعده. واو، بصوا الشيرت الجامد ده. ده انا جبته من دايزي ماركت. دايزي يا جماعه تقريبا انها كوريه. بجيب فيها دايما السايز الاكبر مني، انا سايزي دايما سمول. بصوا جايبه ميديوم، اقل حاجه بجيبهم عندها ميديوم او لارج، بس دايما بجيب ميديوم. هو اوفر سايز بس ستيل انا عايزاها نفس الاوفر سايز بتاع المودلز. المودلز عندهم صغيرين وبتيت وبرده لابسين ميديوم، فالسمول تهيألي يبقى صغير يعني. انا طولي 160 ووزني 51، بلبس على طول سمول الا في دايزي. اوكي بنات، ايه الكيتانه دي بجد؟ يعني ايه الجمال ده؟ شايفين الاوفر سايز زي ما قال الكتاب يعني، بجد يعني مناسب للمحجبات جدا. ده اللي انا كنت عايزاه بقالي سنين وبدور فيه على شي ان. انا مبسوطه ان البراند ده نزل شي ان. بصوا مش واسعة شوية، بس مش واسعة مثلا لحد هنا، لا تتغطى يعني بالطرحة. القطن بتاعها اول ما حطيته على جسمي والله العظيم حسيت بسقوعية، بارد على جسمي. بصوا تقدروا بقى تستايلوه زي ما انتوا عايزين، تقدروا برضو تلبسوا فوقه حاجة. خطير لونه،
بني على رمادي كده، ورمادي على بني اكتر. روعة 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 روعة. تفاصيل كم برضو جميلة قوي، مش بيمط قوي يعني، هو مفهوش لكرة. اوكي برافو، بصراحة 10 من 10، 10 من 10 شيء. وانا بنفس اللبس كده، خليني اشوف اللي بعده. بصراحة فتح نفسي، لاني ما عنديش، عندي بلوفرات شتوي وعندي حاجات ربيعي، ما عنديش بقى الصيفي اللي خامته باردة دي، فمتحمسة قوي. حاسة انا دلوقتي جاهزة للصيف، فاهمين؟ خصوصا ان انا نازلة مصر في الصيف، متخيلة الجو هيبقى حر ازاي. الصيف اللي فات كان وحش قوي، الحر بتاعه شديد قوي. بصوا، دي سليب دريس كده. سليب دريس يعني بيتلبس من تحت العبايات، من تحت الكارديجانز. للاسف هو شفاف شويه، ده اللي اكتشفته دلوقتي، بس قماشته قطن جميله، القطن بتاعه حلو قوي. ده اكتر حاجه تهمني، ان هو بصراحه قطن، ده يبقى حلو قوي في المصيف وفوقه زي كارديجان. بصوا طوله، طويل ماكسي لحد الاخر. اوكي لونه خطير، لونه صيفي حلو قوي، والفيتنج بتاعه انا شايفه ان هو حلو برده، يعني شكله يدي الجسم شكل حلو. جبته عشان البسه تحت العبايات والكارديجانز وكده. تقييمي ليه اسي 8 من 10، لانه شفاف شويه، كان نفسي الخامه تبقى اتقل، لان كده مضطره كمان مش عارفه ازاي هلبس حاجه من تحته، او هلبس حاجات بيج، فاهميني؟ بحيث انه ما يبانش فيه تباين في الالوان. بعد كده انا مش متذكره ايه ده. اوكي تذكرت دلوقتي، بس واضح ان انا لما بقيت اجيب السيتس دي اللي هي البيضه. دي بصوا تراك سوت، طقم على بعض لونها بيج. اوكي بصوا الخامه بتاعتها، فيها نسبة لكرة. اوكي طرية طرية وناعمة، تعتبر صيفي حلوة، لولا انها اظن شوية شوية بتحر، يعني تنفع في الصيف بالليل مثلا. بعد ما لبستها يا جماعة غيرت رأيي، لا الماتيريال بتاعتها باردة، سقعتني يعني اول ما لبستها. بصوا جمالها، جبت منها اكسترا سمول، ما جبتش سمول لانه لقيت الريفيوز عليها انها واسعة، والحمد لله ان انا جبت سمول، لان بصوا اتس اوفر سايز اصلا اوريدي، وانا حتى مدخله الطرحه من جوه. ف جميله جدا، الفيتنج بتاعها حلو قوي وخياطتها حلوه قوي، وارشحها لكم بصراحه 10 من 10. جبت التراك سوت تاني، خلينا نشوفه. بصوا بقى، بصوا جمال الالوان، بصوا الروعه. طيب ده اكسترا سمول برضو، لان لقيت ان هو واسع قوي او كبير. عبارة عن قميص وبنطلون شيفون. اوكي والشيفون بتاعه حلو، يعني شيفون قيم. خليني اقيسه معاكم ونشوف. بنات رائع، خطير فوق الوصف، مش هقدر اوصف لكم جماله. بارد صيفي يعني خطير. بصوا التفصيلة الجميلة، روعة صح؟ خطير بصراحة، خطير. تفصيلته حتى هنا جميلة، ممكن تفتحوا دي بقى وتلبسوا تحتها شميز ابيض مثلا. 20 من 10 شيء. ماتيريال خطيرة، لون خطير، تفصيلة خطيرة، ممتاز. تعالوا نشوف بعد كده معانا ايه. نفس البراند دايزي، جبت منه التي شيرت ده، مفهوش حاجة، مفهوش حتى حرف، هو بس تي شيرت ابيض طويل. انا مش عايزه اكتر من كده للصيف. بصوا القطن، بصوا جمال القطن، مش طبيعي، ما بيمطش، لا هو زي ما هو كده، وده يبقى خطير على الاوفر سايزنج. تعالوا نقيسه. الله الله، اخيرا اخيرا حد سمعنا وعمل حاجه تناسب المحجبات، حاجه بارده، حاجه بكم قطن، ما فيهاش بقى رقبه مفتوحه. بجد انا سعيده. طيب تقدروا تستايلوه كده، تقدروا تستايلوه كده، خطير خطير. الاوفر سايزنج بتاعه كمان خطير، وقماشته اللي تدي سقوعيه دي
خطيره بصراحه. الرقبه بصوا شويه شويه واسعه، بس انا قلت لكم دايما بلبس الحاجات من تحت اللي هي كده عشان كده كده الهدوم ما تشفش وما تدخلش، يعني ما تبينش الملابس الداخليه عندي. بصوا كمان يا بنات بياضه، يعني انا كنت فاكره الطرحه دي بيضه قوي، بس بصوا الفرق، بانت ان هي سكري شويه مع ان هي حقيقي بيضه بيضه جدا، بس ده بياضه ناصع كده يحسسك بالانتعاش في الصيف. جبت كمان كذا تيشرت تاني من ديزي، عرفوني انتوا ايه رايكم، يعني ممكن تلبسوا حاجه بيضه بيسك كده خالص من غير حاجه، ولا تفضلوا الحاجات شويه كلاسيك اكتر. طيب التل جبت برضو من ديزي دي، اوكي حسيت ستايلها شبابي كده شويه، هتبقى لطيفه برضو. كل ده لبس كاجوال اللي هو يعني مش يوم خروجه حلو، لا خروجه كده تحت البيت، تغيير ممكن كمان تلبسي مثلا هاي هيلز معاه، مثلا تلبسي شنطه شويه اكسترا بحيث ان انت تعلي شكل اللوك، مش لازم اللوك كله يبقى بسيط، لا تلبسي لبس مريح بسيط وتزودي بقى شنطه اكسترا، جزمه اكسترا، ساعه، اكسسوارز، فتعلي شكل اللوك. بصوا دي شبابي قوي صح، بس جميله، مش عارفه اقيسها ولا فاكس، اكتبولي تحت طول ما انا بتكلم كده، علقولي تحت وطبلولي كده في الكومنت، قولولي رايكم في الحاجه، مش هوصيكم يعني. بصوا الروعه، بصوا الجمال، طبعا هو مش اوفر سايز زي التانيين قوي، بس ستيل اوفر سايزد. طول عمري بحب الستايل ده، بس بقول لنفسي هو انا لسه هلبس بلوزتين فوق بعض ايه لازمتهم، انما بصوا كده هو البلوزه التيشيرت منه فيه الكم، خطيره برده مشيتها برد قوي. الفرق بينها وبين التانيين انه هي اضيق من هنا، اوكي، وطبعا مش شفافه فممكن تلبسوها لوحدها خالص، ما تلبسوش حاجه تحتها. بصراحه 10 من 10 ديزي، 10 من 10 مش عارفه اقول لكم ايه. طيب دي قماشتها يمكن بتحر عن دول شويه، مش نفس، بس قماشتها شكلها مرتب اكتر لانه دي قطن قوي، انما دي لا ما تكسرش قوي، بس بصوا حركه زيبرا هنا خطيره. ودي بقى هي اصلا ليكرا، يعني هي قماشتها زي شمواه كده ناعم وخفيف، فهي اوريدي فيها ليكرا، عجبني تفاصيلها قوي، بسيطة برضو من نفس الماركة، كلهم ديزي وكلهم مقاس ميديوم. ها اقيسها ولا انتوا اوريدي يعني مخمنين الشكل؟ خطيرة يا جماعة، جميلة جميلة جميلة، اول مرة البس حاجة كده، لا حاسة اني مش هلبسها خلاص، هي اختي دي كمان، وسوادها كمان اغمق وقماشتها ارقى شوية. طيب اللي بعدها مش عارفة ايه كمية الاسود ده حقيقي، يعني نفس البيضة اسود بس اوكي، سوادها غامق يا جماعه، اللايتنج اللي انا حطاه بيفتح الوان الحاجه، بس هي سوادها غامق خالص. نفس البيضه بالظبط، والقماشه بتاعتها برده بارده، اوفر سايزد خالص، يعني اوفر سايز اكتر من اللي انا لابساها كده، فتحفه. عرفوني بقى ايه رايكم فيها، بصراحه كل التيشيرت انا توفقت فيها جدا، 10 من 10، ارشح لكم بجد براند ديزي في التيشيرت ده. طيب جبت تراك سوت ثانيه، مش قلت لكم انا معظم اللي هجيبه سوتس وحاجات عمليه. بصوا الجمال، بصوا جميل قوي، بلوزه وبنطلون، القماشه خطيره يا اولاد، صيفي على فكره مش شتوي، اوكي تبان تقيله بس هي لا صيفي. ده الجوجر بانتس، بصوا الشياكه والجمال. عنوان الفيديو النهارده يا جماعه الراحه والاناقه الاثنين، ها ممكن بقى تلبسوه مفتوح اوكي، وممكن تزرروه، حتى زرايره انا عاجبني لونها قوي، اللون البني مع الرمادي الفاتح ده خطيره بصراحه، صوت جميله قوي قوي، مميزة كمان، مش مجرد تراك سوت يعني عادية اللي احنا تعودنا على شكلهم. بصوا شكلها من تحت حلوة قوي صح؟ التراك سوت دي على كوتشي ابيض تطلع خطيرة. اخر حاجة معانا في الاوردر هو الهاي ويست جينز ده، انا جبت هاي ويست جينز قبل كده وبهدلته لبس من شي ان، فقلت اجيب بقى اللون ده، التاني كان عندي درجة ازرق الفاتحة خالص، فاتحة قوي قوي جاية على رمادي،
فقلت لا اجيب بقى الدرجه دي، مش عندي خالص القصه دي بنفس الدرجه دي. خلينا اقيسه برده واوريكم. طيب يا بنات الجينز قصته طلعت حلوه قوي. اوكي بصوا، وبيحل شكل الجسم من فوق، واسع من تحت، بصراحه جميل قوي قوي. بحب ماتيريال جينز دي اللي هي بتبقى الماتيريال الاصلي الناشفه قوي دي، وشكل الجينز الكلاسيك قوي ده. قولي رايكم فيه، وبتحبوا قصه الهاي ويست دي ولا لا؟ وبس كده يا حلوين، بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، سبسكرايب للشانل بتاعتي، وفعلوا الجرس ودوسوا اول عشان توصلكم كل الفيديو. ما تنسوش تيجوا تكلموني على انستجرام وتعملوا لي فولو هناك، بحب اتكلم معاكم هناك واشارك معاكم يومياتي. قولوا لي انهي اكتر قطعه عجبتكم في القطعه اللي انا وريتها لكم، وايه القطع اللي انتوا هتشتروها حالا. ولو عندكم اي اسئله سيبوها لي تحت في الكومنتس. كان معاكم مريم جميل، بحبكم جدا، اشوفكم في الفيديو الجاي. باي.